الطفل ده وهو عنده 18 شهر ابوه اداله سجاره وسجاره وسجاره وسجاره، جابت جوان وجوان جاب حبه لا مؤاخذه. اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من حمو الترند. طبعا انتوا عارفين ان احنا بنجيب الترند ونصطاده، كل فتره بيظهر ترند اغرب من اللي قبله، والنهارده بقى الترند اغرب واغرب، وانا بقى بصراحه مش فاهم. اصغر مدخن في العالم كله يتصدر عناوين الصحف. الطفل ده اسمه ارض ريزان، زي ما بقول لك كده. الطفل ده بقى عايش مع اهله في جزيره في اندونيسيا. الطفل ده قصته هزت قلوب الناس كلها. الطفل ده وهو عنده 18 شهر ابوه اداله سجاره وسجاره وسجاره وسجاره، جابت جوان وجوان جاب حبه لا مؤاخذه، لحد ما اصبح الطفل دوت مدمن تدخين. واول ما بيمنعوا عنه السجاير بيفضل يضرب دماغه في الحيطه ويقعد يعور في نفسه. اصل الواد خرمان يا عيني، يعمل ايه يعني؟ والطفل ارضي عاش كده لفتره شبه كبيره، لحد ما امه ما عجبهاش الحال ده، راحت طالبه المساعده من اخصائي حكومي لقسم العنايه المركزه. وعشان بقى يتم علاجه خضع لرعايه مكثفه من الاطباء، بيقولوا انه كان بيعاني جدا اثناء علاجه، وكل ده عشان عايز جرعه من النيكوتين، عايز سيجاره يعني. وبعد مرور الوقت استطاع الطفل انه يبطل تدخين، بس للاسف ادى دوت لخساره وزنه، وده بسبب الاكل اللي كان بياكله. كان بياكل اكل صحي جدا زي الخضروات والفواكه. تخيلوا معايا كده انه كان بيقول لهم ادوني سجاره عشان حاسس اني مدروخ وماليش نفس للاكل. وبعد ما تم علاجه نهائيا رجع تاني لصحته، وبقت حالته زي الفل وجميله، وبقى ياكل كويس ويشرب كويس. والسؤال هنا بقى اللي انا حابب اوجهه لابوه، كل ده كان ليه؟ على راي عبد الوهاب يعني. وبما اننا وصلنا لنهايه الحلقه، حابب اقول لكل شاب ولكل فتاه ان التدخين يدمر الصحه ويسبب الوفاه طبعا. وطبعا حبيب قلبي اوعى تنسى اللايك والشير والكومنت عشان انت حبيب قلبي، وادخل على اليوتيوب اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس.